أحسهم مختبصين، لين الحين شاكين فيني، مو مصدقين إني قطيت الجيس. أحس إنهم قاعدين يراقبوني طول اليوم. الو اسمعني، قدامك خمس دقائق ادق على صاحبكم هذا اللي برا عند باب بيتي تخليه يمشي، ولا ترى قسما بالله اتصل في الشرطه خليه يشيلونه ويشيلونك انت بعد. سمعتني؟ انت شو تتكلمين عنه؟ سمعت اللي قلت لك خمس دقائق.